هي شنو دارت؟ قطعت الحقيقه، قالت لكم ثلاثه التهم اللي طاحوا عليها اللي تبرأت منهم. ولكن كملي كملي، ما تكذبيش على الناس وتردي انك راسك انت غتمشي بسبابي. انا اش دخلني انا؟ انت هي برأتك المحكمه من ثلاثه التهم، نقول لكم شنو هما؟ حيدوا لي التهمه ديال المشاركه عمدا في عرقله السير. قالوا لها انت ما كتهكريش، قالوا لها انت ما كتهكريش، حيدوا لها التهمه ديال التهكير باش نبسطوا، لانه كاينين الناس ما غيفهموش هاد ليمو هادو، نسهلوهم وحيدوا لها التهمه ديال انها كتفتح الحساب من تليفونها، وحيدوا لها تهديد. ولكن شنو اللي بقى لها؟ ها هي التهم اللي ثابته بحقها، وهي اللي دانت بها، وهي اللي في النقد رفضوا لها به بهالتهم اللي أيدت. ها هما الجرائم اللي هادو اللي تحت عندهم علاقه بالحساب، هادو اللي عندهم كلهم علاقه بالحساب. شي بسعيده شاجي، التهمه الاولى اللي ثابته بحقها واللي كاينه، وللاسف للاسف الفنانه اختارت انها ما تقولهاش، مخبعاتها. علاش تخبيها على الراي العام؟ كيما خرجتي قلتي لهم القانون صفني وبرأني من كذا وكذا، خرجي قول لهم راه اخذني بسبب هذا الحساب ماشي بسبب سعيده شرف. تم مؤاخذته والمعاقبه من الجرائم التاليه: المشاركه في الدخول الى نظام المعالجه الاليه للمعطيات عن طريق الاحتيال، ثانيا بث وقائع كاذبه عن طريق النظام قصد المساس بالحياه، قصد المساس بالحياه الخاصه بالاشخاص بقصد التشهير بهم. التهمه الثالثه: المشاركه في بث وقائع كاذبه عن طريق النظام قصد المساس بالحياه الخاصه بالاشخاص بقصد التشهير بهم. واش ما لاحظتوش دايرين المشاركه المشاركه المشاركه؟ كل شيء هذا الشيء يعاقب عليه القانون كفعل الفاعل الاصلي. وانا اول مره يمكن نقولها لكم، حمزه مومبيبي ليس شخص، حمزه مومبيبي هو حساب اجرامي افتراضي كانت فيه مجموعه من الناس اللي كيديروا تصفيات لحسابات شخصيه. اللي عنده مشكل معاك انت كيدخل يكتب، والدليل شنو هو؟ نعطيكم الدليل الاخر. قولوا لي واش كانت كتبدل الكتابه مره مره ولا لا؟ واش كانت كتبدل طريقه الكتابه ولا لا؟ فدابا وصلنا قلنا النقطة ديالها، مشيت معكم قلنا الشكاية كنتحداها أنها تخرج وتقول لكم بأن درت عليها شكاية وتوريها لكم، وإلا كانت الشكاية كانت نازل عليها، ياك أنا من حد الساعة راني غادي مزيان.